وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية من خالف الإجماع فقد كفر؟ نعم، الله قال هذا: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وهذا دليل على أن من خالف الإجماع فإنه يكفر. نعم.